الوصف انه ممكن يكون هو الشخص اللي بوصف بوصف الناس عن غير معرفه او انه بوصف مباشره. والله ما بعرف. بوصف حدا هسه واصف. احنا لما كنا بالمدارس كنا ناخذها بالابيات الشعريه انها بتفصل يعني بتوصف الجمال للشعر يعني بالشعر يعني مذكوره بالشعر يعني. الواصف وصف شيء معين يعني مثلا لنوصف شيء معين نفصل نوصفه بس.